الرزاق يا كريم يا الله يا الله. وهذا ابني والكل ابني من الرضاعة. ايوه كمل الحليب وانا صغير وده حين كمل لي الغداء وانا كبير. ربيتك وعادك لحمة وحطيتك في عيني انا وبهترك. قلت لك انا خايفة عليك. وليش تخافي وما في رقبتي لا دين ولا دم؟ الله ينتقم بمن غدر بك يا ناصر. قتلته يا رياحنا. ما بتفعل؟ ما بتدور؟ رايح يا من المريض اليوم؟ حي الله من جاء، رحبوا بالضيوف قرحوا. فعل هذا النثر يا حنين. ومن با غير ابو النثرات يحيى؟ الله اكبر عليه. يما انت
تزري لامي يما مرحبا تسمع باش تغطية يلا تمسك التغطية وانت راسك بس مانو هذا تفضلي يا اختي تفضلي السلام عليكم يا عيبا وقعبكم هكذا تخافش يا ابني مالك تخافش هذا استجاج نقول لك جلست عشاء هاي ماذا عند عشاء السلام ها وانت تدخلي عند النسوة تدخلي تعشي هذيك لك ولاتهم صلى عادي هكذا يقع مشاكل ويحلوها الناس ما بشي السلام الله يحفظك احنا دول عشاء ومدي لك عشاء واشي على فكرة يا سمير اللي اسمه يحيى طيب ومسكن وقصده خير تشتي الصدق مسكين وغامض في نفس الوقت ما قدرت تفهمه المهم كانت نهاية الرحلة مخيفة المهم الحمد لله على سلامتكم طيب ايش اسم القرية اللي انتوا رحتوا لها؟ قرية الرياحنة قرية الرياحنة؟ كأني قريت على هذه القرية قريت عليها منشور عن قضية سد الماء صح؟ القضية هذه من زمان قرية الرياحنة وقرية المقاولة مختلفين على سد ماء من سنوات يحيى يا يحيى خري ما ماضص يا لا تخرج مني يكفيني يا ابوك خرج وما عاد رجعش يحيى يلا والله ما به ما ادري ليش ما ادري ابني لا تخرج سرق يا يحيى ما هو ما قلت لحظه يا ولدي لحظه يعني ما هي مصلحه الدكتور انه يتهمك اذا ما هوش متاكد أنا كنت معكم يا عم حميد في العرس أنت خرجت وما كنتش معانا وقت الهجوم على الشيخ شعيب يا جماعة الخير أنا أسرت أوصل سمير خرجت لا خارج القرية هذا حاكم يا علوي أيوة ما هو الموضوع أنا خرجت لا خارج القرية مع سمير ولا لا أيوة أكيد أنت خرجتني من العرس وقلت لي أني به مريض يحتاج معاينة وبعدها طفت الكهرباء وما حد غيرك يطفيها لكن عاد أسير عن المنطقة أبلغ علي لأن ما عاد بها من بهذه القرية لحظة يا دكتور الله يحفظك ما بالله ده احنا اهل ما مش داعي لهذا كله وبعدها اما يحيى خلي تربيته علي ايوه يا دكتور وبعدها انت تعرفنا في القرية على واحد مش ممكن نفعلها يعني نسرقك ونزيد نضربك هذا ما قد حصلتش لحظة لحظة أنا أقول لكم يحيى أنا شك فله وما هو لك يا دكتور أنا تحت أمرك أنت بس قل لي كم هو المبلغ ما عليك يا دكتور إلا تستلم حقك كامل ما يضيع حق وبعده مطالب مش ملاحظ يا ناصر ان المشاكل هدأت والقرية افتهنت من بعد ما غلقنا السد قصتك انت الذي افتهنت قطعنا علاقتنا بالقرية الثانية ما عاد باقي بيننا وبينهم الا انت ما عاد معك جالس في القرية ما قد معك يا حميد قل لي ما تشتي تشل مرتك وتخرج من القرية ما عاد عن خيرك شنك تطلقها ولا تبقيها على ذمتك لاني مسكينه ام يحيى ترحم الله ما عاد بيش معاها حد في القريه حميد اقنع ما عاد اخرجش من القريه وبعدها شجلس شوكه في حلقك عنشوف يا ناصر يعرف من دخل بيت الدكتور وفعل نفس الحركة اللي فعلتها أنت
يمكن السارق اللي سرق الدكتور هو نفس السارق اللي دخل بيتنا. ومتى حصل هذا؟ من يومين، ويحيى ولا قدر يعرف من هو. وليش ما كلمتني يا يحيى؟ اللي دخل بيتنا ما هوش سارق ولا سرق شيء. نقص حاجة في البيت يماه. ماشي، لكن منو السارق؟ أنا. في نظر القرية كلها أنا السارق، ومهما تكلمت أو تحاكيت ما حد بيصدقني. صلي على رسول الله، إحنا مصدق لك. اللهم صلي على محمد. اللي فعل عماك مشو عشان الدكتور ولا علشاني. حميد يشتي يملك كل ما في القرية، بأي طريقة يشتي يخرجنا من القرية. يشتي يصغرني أمام الكل، لأني في نظر أهل القرية كبير. حميد ما يشتي أحد يكون أكبر منه، لأني ابن ناصر المجاوري اللي وقف ضده. وانت ايش هتفعل؟ خليه، ما معه إلا اليوم، والحل عايكون عندي خطوة، والفصل لازم يخرج. وافتح السد واشتي الرياحن والمجاوري يتصالحوا وترجع المياه المجارية. يبني بعد عن السد، شو عليك؟ يسدوه ما يسدوش ما دخلك. أنا يبني مشي شخصرك، ساعة ما خسرت أبوك. الله يرضى عليك يا ولدي، ابعد عن السد وعن حميد. يوه تعبت، تأخرنا، أمي عطيح فوقي ما شاء وصل البيت اللي وقت طفحت. كل ما جلسنا تعبنا. هي قومي اجلسي شوية بس، ما مش معانا ما ومي مريعة. من نسأل ما حقها أنا؟ بحد يجلس في البقعة هذه غيرنا؟ هذه الأيام ما حد بينسى شيء، يمكن أن الماء حقش ما قد أبصرته لحد يجلس هنا. هو ذا حق الماء ما شلش دبة، يمكن حط رحالش. أنا ما حد بيذكرني غير أمي، وأنا ما معي إلا عمتي ما بتخرج من البيت. أقول ليش أرجع لها ونتقاسمها بيننا؟ لا يمكن حق حد طرحها وعاي يرجع لها. ما أظنش إنها حق حد، لو أرجع لها إنها خرج. ما رأيي يجي غضوان بكر نصير عند سلمى سكتة بدون ما حد يدري؟ والله إنها صدق، نصير نغير جو بس ولا بصير مو معه. اسمع يا صاحبي، أنا وكل واحد في القرية يعرف من هو يحيى، وأتحدى واحد يقول إنك سارق. أنا وين أنت ماشي تفهمني؟ يمكن ما عاد فهمنيش. أنا ضقت ضقت وضاقت بي الدنيا. الله المستعان يا يحيى، كيف ما فهمنيش؟ أنا أكثر واحد يفهمك، لكن يا صاحبي ضروري نلقى طريقة نثبت إنك بريء. وبعدها هذا الدكتور ما يشمع الدليل يقول إنك سارق. وأنا ما بشمعي دليل أثبت إني بريء. سال يا صاحبي ربك كريم، هو المبتلي وهو المخارج. الباري كريم، كريم إن شاء الله. أسمعك قصيدة. صاحبة السهام مدري سهام عينيك مدري ما عليك. هذا المرة القصيدة الأخي وصديقي يحيى. صد هذا حتكون أول مرة تهديني فيها قصيدة. اسمع. سمعني سمعني يا صاحبي، على الأقل نبعد الضبح. يحيى يحيى وهل يحيى سوى أنشودة أشدو بها إن أقبلوا أو غابوا. هو كالسماء بعيدة ومنيعة
وصفاؤه، كم حفه الإعجاب. هو كالصباح له نسيم عاطر، هو كالشروق طيوره أسراب. يا الله يا مسترك يا مسترك اجلسي اجلسي. صبيه خارج بين الرصاص، صبيه خرجت من قريب تحت رد صوت الرصاص قريب. وصبيه سيرتي اجلسي هنا يا جده. لا تخاف لا تخاف يلا سمع الرصاص قريب لا تخافيش يا الله الطف. ايوه ماذا الحين؟ ما بش لك اي عذر، وقعت في يدي. اخيرا مسكتك يا يحيى. كنت دائما اكلمكم يا رياحنا إني يحيى هذا السارق، ما صدقتونيش. كان فاعل نفسه محترم ومسكين، واليوم هذا دخل لحوش بيتي يسرقه، ومن قبل سرق الدكتور أنور، وبكرة يعلم الله من عيسرق من أهل القرية. كم كلمتكم وكم قلت لكم، كنتوا تلوموني دائما، لكن اليوم هذا وقع. شاء أرحم الراحمين إني قبال عيونكم أصطاده داخل حوش بيتي. ما بي يا جماعة الخير، ما هو الرصاص هذا الساعة، ما بي، ما لكم شعفوا شعفوا ثقيل ومش ثقيل. قيل بيدي ليلالي كل اصحابي معاهم الا انا. يا ولدي بين افتجع عليك. على ايش هتفتجعي يوم ما قعدنا رجال؟ يا ما معك يا ولد، ما قد بين فتحت على امك ما تشي منها. اكتوى يا حميد ادي له الآلي يخرج مع اصحابه. المفروض انه ذا الحين يشلش بيت خاله، ما تشجعيش انه يخرج مع الصعاليق حقه. سهل سهل، انا عاد اخرج لحالي. ادي له الآلي قوى لا تكسر بخاطره. أنت اللي بتكسري بخاطري دايماً وتخليه يمشي كلامه علي. استغفر الله العظيم. أبا خلي الرصاص، ما عاد أفعل بين شيء. خلينا نخرج الرصاص، لا عاد تفعلنا فعله.
وين انت يا يحيى من الصبح ما بسرتكش مختفي؟ في القريه؟ بسرعة رجعت القريه. خير ان شاء الله. انا رجعت المستشفى اطمن على وليد. خير ان شاء الله. تواصلي. مع السلامه. طمني يا عم، كيف وليد الان؟ وليد بيحملني خطية أمه من يومها، لا أحد بيسمعني ولا بيفهمني. داعي لب الهداية، داعي لب الهداية. الله يهدي الجميع. هذه القريتين، والمشكلة أنهم جنب بعض متجاورين. وهذا يحيى الذي كلمتكم عنه. إيش الطعم هذا؟ نفسي خالتي خيزران تعلمني كيف بتصلح الكعك حقها. جاي عندها وهي اتعلمش. يو مالها ريحانة او رقدت؟ ريحانة 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 شكلها مدوخة. ريحانة 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 جاوبيني ريحانة جاوبيني ريحانة. نشي نفهم منك قصة السد. أنتي فاضي اسمع القصة، قصة طويلة. أيوة. شوفي السد هذا هو كان مغلق من يوم ما ولدت، عرفت نفسي هو مغلق لأنه أصله وصل في قاتل ودم وقطيعة. يا الله لهذه الدرجة الموضوع ما حد قدر يحله. أعظم أعظم، لأن الموضوع قد وصل للمحاكم ودخلوا في وجيه وجيهان وعدة ناس، لكن ما اتفقوش نهائيا لأنه ما سدوش الرياحن والمجاورة. الموضوع كبير بحكم أن فيه قتل ودم. لا كبير ولا شيء،
لو اتفقوا القريتين ان الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب يا يحيى، ما لك ساعدنا في هذا الموضوع، لان الموضوع مهم للغايه. الصراحه انا مش متفائل بيحيى. ريحانة تعبة قوي يما، ليه ما يحيى ما يجاوب؟ الغريب هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا عيل عمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. عيل عمر ضاع أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه تطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب.